السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكل مشاهديني في كل مكان، ولقاء جديد وشرح جديد من شروحات كورس فير فايتنج يقدمه لكم مهندس طه أبو النور من قناة مواهب وإبداع. إن شاء الله في المحاضرة رقم 5 النهاردة هنشرح مع بعض إن شاء الله تصميم مشروع كامل إن شاء الله من البداية للنهاية، من أول ما خدناه من المعماري حتى وصول لقدرة المضخات وحساب حجم التانك وكل ما يخص هذا التصميم من برنامج الأوتوكاد أو برنامج الإليت فاير. لو دخلنا مع بعض كده على برنامج الاوتوكاد، طبعا انا بستلم الرسمه من المهندس المعماري كده، يعني الرسمه عباره عن واجهه وعباره عن بلينات واليفيشنز لكل الموقع اللي عندي اللي انا هعمل عليه التصميم. فانا بضطر بدايه قبل اي حاجه عشان اشتغل على رسمه المعماري لازم اعمل لها نظافه، يعني نظافه انظفها من كل اللايرز والطبقات وكل الحاجات والخطوط والالوان اللي انا مش محتاجها عندي في التصميم وهتكون عائق ليا او تعمل شوشره على التصميم اللي انا هعمله. فانا هبتدي اعمل لها اول حاجه تنظيف للمعماري. يعني ايه تنظيف للمعماري؟ يعني انا هخلي كل شغل المعماري على طبقه واحده، بدل ما هو عامل طبقه للول وطبقه للباس وطبقه للحمام وطبقه للباب وطبقه للشباك، فانا هعمل كله على طبقه واحده، ولتكن مثلا طبقه زيرو، او الطبقه مثلا انا هعملها واسميها مثلا طبقه ايه الاركتكتشر انجينير اللي انا هرتاح بعد كده على شغلي عليها. فانا اول حاجه هعمل امسك البلان كله واعمل له اكسبلود، يعني التفجير، لو في اي بلوك مش هقدر اعدل عليه فانا بعمل له اكسبلود عشان اقدر اغيره واغير لونه. فانا كده هبتدي اغير اللون لكل الحاجات دي، فانا اخليهم مثلا على الطبقه زيرو لير، تمام. فانا كده زي ما احنا شايفين غيرت كل اللايرز اللي عندي وخليتها كلها الالوان كلها مطفيه، تمام، عشان ابتدي اشتغل عليها. طبعا في فرق بين الشكل ده والشكل ده. انا لو هبتدي ارسم هنا خط وليكن مثلا هنعمل طبقه تانية من هنا كده من لير بروبرتيز، وهبتدي اعمل طبقه جديده اسميها مثلا ايه البايبس، من هنا كده مثلا اسميها ايه البايبس، تمام، وهتكون مثلا باللون الاحمر، وابتدي ارسم عليها من هنا وليكن يعني اي حاجة، مش شرط مسار مثلا معين كده او كده او كده، يعني اي حاجة بس توضيحية كده. طبعا اللون الاحمر ده على اللون القافل اللي تحت ده الرمادي ده طبعا يختلف كتير ويفرق كتير عن لما ارسم لون ارسم عن ما ارسم لون احمر هنا في وسط الازرق والاخضر والاصفر والكلام ده كله. طبعا مش هيأثر عليا هنا، لكن هنا هيأثر عليا كتير وممكن يحصل تداخل بين الشغل وبعضه. فانا بريح نفسي واعمل كل ليرز بتاعت المعماري على طبقة واحدة واسميها انا يا اما طبقة المعماري او الزيرو لير او الطبقة اللي انا او الاسم اللي انا ارتاح في ايه في تسميته. طبعا ده كان بس مثال نعمل ازاي عليه اكسبلود ونعمل عليه الزيرو لير، تمام. البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه او المشروع اللي احنا هنشتغل عليه هو المشروع ده كده، تمام. انا طبعا اوريدي فتحته واشتغلت فيه من فترة، يعني ابتديت اشتغل فيه. طبعا هو مشروع كبير جدا بالنسبة لحجمه وبالنسبة لمساحة المبنى ككل وبالنسبة لعدد الأدوار وبالنسبة طبعا لحساب المضخات وكذلك عدد السبرينكلرز وعدد الصناديق. يعني هو برنامج المشروع كله كبير لدرجة ان هو مش هنستخدم فيه رايزر واحد، بل اننا هنستخدم فيه حوالي 4 رايزرز لكل المبنى، كل دور في المبنى. فطبعا المشروع كبير، فانا ابتديت اشتغل عليه من البداية اهو. طبعا احنا مش هنشتغله كله عشان ياخد معانا وقت كتير جدا، فاحنا هنشتغل على جزء معين وليكن مثلا الجزء ده او الجزء ده او اي جزء لسه ما اشتغلناهوش، وهنعمل له سايز للبايبس بتاعته وهنعمل له ان شاء الله الكباين بتاعته وهنشتغل عليه لحد ما نوصل للمضخات. طبعا المعماري محدد لي هنا مكان البامب روم اللي هي اهي ومكان التانكات، طبعا التانكس بتاعتنا عامل لي طبعا 2 تانك بالنسبه لايه للمبنى كله. طب انا قبل ما اشتغل لازم اعمل ايه؟ طبعا انضف المعماري. هنضفه ازاي؟ طبعا انا كنت شغال اوريدي على المشروع، فانا عملت له النظافه المعماري من قبل كده. فاحنا عشان نبتدي نشتغل على المشروع لازم انضف المعماري زي ما احنا شفناه. تاني حاجة لازم اعرف المداخل الرئيسية بتاعة المبنى اللي عندي اللي انا هشتغل عليه. طب فين المداخل اللي عندي وليه بعرف المداخل؟ بعرف المداخل عشان اعرف من عندي اتجاهات المواسير واتجاهات الرايزرز اللي عندي. طبعا لو عندي مثلا مناور لازم اعرف اماكنها عشان هعرف مثلا هدخل الرايزر ده او هطلعه
للدور اللي فوق او للطوابق اللي فوق من انهي مكان، هل على ظهر الحيطه من بره او من المنور يكون احسن، ومستوى الارض عندي، وفي كم ميزان عندي في المبنى، في ميزان واحد او ميزانين اللي هو يعني في فولس سيلينج وسيلينج العادي طبعا، سواء السوليد سلاب او السقف العادي. طبعا كل ده هنعرفه ان شاء الله، بس بداية كده عشان ابتدي اشتغل. طبعا انا هنا موزع مثلا الرشاشات طبعا على حسب الديزاين اللي عندي او على حسب درجة الخطورة. الخطورة عندنا هنا طبعا المبنى ده مبنى عادي، يعني فيه غرف نوم وحمامات ومطابخ والكلام الكلام العادي بتاعنا ده، يعني مش مصنع هستخدم فيه مثلا غاز ولا مثلا حاجة الفليمو بالليكويد هستخدم فيها الفوم مثلا، لا، بينما انا هطفيه كله وهستخدم فيه نظام الووتر في الفايتنج سيستم. فانا هبتدي اعمل حاجات ريفرنسز ليا ان انا ارجع ليها هتسهل الشغل اللي انا هعمله في التصميم. اول حاجة انا بعمل البلوكات اللي انا هوزع بيها. فالنظام عندي زي ده، انا محتاج فيه ان انا اوزع سبرينكلرز، ومحتاج ان انا اعمل عليه الفاير هوز كابينت اللي هي كابين او صناديق الحريق. طب دي انا هعملها ازاي؟ بداية انا هختار شكل رشاش عادي، وليكن انا اخترت شكل الرشاش ده، طبعا شكله مش ولا بد يعني، بس شغال معايا تمام. وانا هبتدي اوزعه على المسارات اللي انا عايز احط فيها الرشاشات بتاعتي تمام. طب انا هعمل ده ايه؟ اول حاجة اعرف ان الرشاش عندي في بيغطي مساحة كام متر مربع لكل درجة خطورة. فانا عندي مثلا زي ما قلنا في شرح المحاضرات السابقة ان عندي في اللايت هازارد الخطورة الخفيفة الرشاش بيغطي 18 متر مربع، الرشاش الواحد يغطي 18 متر مربع، وفي الاوردينري هازارد بيغطي 12 واحد من عشر متر مربع. طيب في الاكسترا هازارد بيغطي كام؟ بيغطي 3، بيغطي 9 متر مربع تمام، 9 واحد من عشر متر مربع. طب هل ينفع اعلي اللايت لاوردينري؟ ينفع. طب ينفع اعمل تقليل الاوردينري للايت؟ طبعا ما ينفعش، لان انا كده ينفع اعلي درجه الخطوره هيكون مور سيف بالنسبه لي، انما لو قللت درجه الخطوره طبعا مش هيكون امان خالص، وطبعا كده الحسابات هتضرب مني وشغل كده مش هيكون اكسبتد او ابروفد. طب انا هعمل ايه اول حاجه؟ انا هعمل بلوك للرشاش اللي انا لما اعمل تقسيم بامر ديفايد اللي انا هشتغل عليه بعد كده ينزل الرشاش في مكانه بالكفرج اريا بتاعته. فانا هنا شغال اوردينري هازارد، يعني الكفرج اريا بتاعتي 12 متر مربع. فانا لما اجي ارسم 12 متر مربع على هيئه مستطيل او على هيئه سيركل، لازم ابتدي اشوف الرشاش مكانه فين، وهل السكيل بتاع الرسمه بتاعتي موافق للسكيل اللي المهندس المعماري راسم بيه ولا ايه الفروق دي؟ تعالوا نشوف مع بعضنا. لو انا جيت مثلا رسمت ريكتانجل اريا اللي هي بتعبر عن الكفرج اريا للرشاش، انا هرسمها مثلا بالاريا كام؟ 12 متر، 12 واحد من عشرة متر مربع، وطبعا هدوس ايه؟ انتر. هيقول لي اللينس، هحدد له مثلا اللينس 4 تمام، يبقى الويدث كام؟ 3. طبعا احنا شفنا فين المربع او المستطيل او الكفرج اريا اللي انا عايزها اللي انا رسمتها، طبعا هشوفها فين؟ تحت خالص، بعيده 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 وصغيره جدا. هقيس طيب تمام، لو جيت عملت دايمنشن من هنا كده لينير تمام اهو، كام المسافة دي؟ المسافة دي 4 من 100. طب 4 من 100 ايه؟ 4 من 100 متر ولا 4 من 100 ايه؟ طبعا 4 من 100 متر، اللي انا دخلت له 4 على اساس ان المسافة المساحة كلها 12، 4 في 3 متر. فطبعا كده الاختلاف عندي في الدايمنشن كده الموضوع ساح مني وباظ، وانا كده مش عارف اعمل ايه. فاول حاجة لازم اعرف المعماري راسم بسكيل ايه. في طريقتين، الطريقة الاولى ان انا اشوف حاجة ثابتة او بتعتبر ستاندرد في المباني او في التشطيبات واخد مقاسي من عليها، او اني ادخل اعرف السكيل اللي هو راسم بيه على كام. فانا عندي ايه الستاندرد اللي عندي في الرسمه؟ الستاندرد عندي مثلا ان انا اشوف حجم العمود، حجمه او مساحته بيربع كام في كام، او عند الحوائط ثابته، الحوائط مثلا عندي يا اما 10 12 ونص او 25 اللي هي 20، يعني يا اما احنا بنقول عليها مباني على طوبه او مباني على نص طوبه تمام. عندي ايه تاني ثابت؟ عندي مثلا مدخل الابواب او الشباك، يعني مثلا لو عندي باب زي كده، لو باب مثلا ضلفتين زي كده بيعتبر مثلا يا اما متر و20 يا اما متر و50 يا اما مترين، يعني عمره مثلا ما هيكون 60 متر، عمره ما هيكون 50 متر، عمره ما هيكون نص متر تمام. فانا ممكن اشوف باب زي كده واجي اقيسه، مثلا هنعمل دايمنشن تمام من هنا كده لهنا
7 من 10، يبقى اكيد ده بالمفهوميه كده يعني، بالسنس الهندسي ده 7 من 10 متر يعني 70 سنتي. عايز اتاكد تاني اشوف ايه، اشوف مثلا عمود تمام او حيطه، واشوف كام هي. ادي مثلا الحيطه دي من هنا دي 30 سنتي تمام، يبقى كده فعلا هو رسم بايه، بالسنتي تمام. تعال نشوف هنا مثلا العمود ده كام، ممكن يطلع مثلا 50 في 50 او 40 في 40، ده 70 تمام، 70 في 70، 70 سنتي في 70 سنتي، ده طبعا قاعدة عمود كبير طبعا. طيب انا كده عرفت هو رسم بايه، عايز ادخل اعرف السكيل اللي هو رسم بيه، اللي انا هبتدي ارسم بيه انا كمان عشان الاطوار اللي هرسمها تتناسب مع ابعاد اللوحة اللي المعماري رسمها. فانا هدخل دايمنشن ستايل دي ماستر تمام، اعمل موديفاي واشوف من عندي السكيل فاكتور اللي انا ارسم بيه. هو طبعا ارسم بواحد من 100، يعني يعتبر كل واحد من جزء من 100 من 100 سنتي من 100 سنتي بتوع المتر تمام. يعني انا لما اجي ارسم الدايره والمستطيل اللي انا كنت عايزهم، ما ارسمهمش واحد واثنين او اربعه وثلاثه زي ما انا كنت فاكر، لا طبعا، بل ان هختلف. تعالوا نجرب كده نرسمهم، مثلا ان المساحه 12 متر مربع، 12 متر مربع طبعا، 12 في كام، في 100 تساوي كام، 1200. تعالوا كده نشوف ال 1200 دول هتطلع معايا نفس السكيل ولا اخليها 12000 تمام. احنا لو عملنا ريكتانجل اريا تمام، وادي الكورنر وقلنا له اريا 1200 متر او 1200 وحده طبعا تمام، هنشوف اوكي اللينس تمام، يبقى 40 تمام، برضو صغير عن اللي انا محتاجه. فانا هعمل ايه، طبعا مش هينفع كده، انا عرفت ان هو رسم بالسنتي، يبقى انا السنتي، يبقى ال 12 متر فيهم كام سنتي تمام، المتر فيه 100، يبقى ال 12 متر 1200 تمام. فانا هبتدي ارسم، انا كده عرفت ان كل يعني 70 سنتي اللي هي 7 من 10، فانا كده عرفت ان الواحد متر هنا فيه 100 سنتيمتر، فانا ال 4 متر فيهم كام، فيهم 400، وال 30 ال 3 متر فيهم كام، فيهم 300، يبقى 300 في 400 بتساوي 120000 120000. فانا لو جيت اعمل ريكتانجل تمام، وادي الكورنر اريا اوكي، كامل اريا 120000 اوكي، اللينس اوكي 400 طبعا، اكيد هيحدد لي ان الويدث طبعا اهو هنحركه كده تمام، اكيد هيحرك لي، هيقول لي ان اللينس 4 400 والويدث على طول كام 300. هنيجي نعمل تشيك، ادي اللينس ادي 4 تمام اوكي تمام، ده كام، ده 300. طب ليه انا كتبت 300 او كتبت 120000 وهو كتبها لي هنا 3 و4؟ لان ده السكيل، السكيل اللي انا هرسم بيه. يعني انا لما اعمل خط واحد اكتب واحد اكتبه 100 بس، هو يظهر لي على الرسمه كام، هيظهر لي على الرسمه 1 سنتي تمام. طبعا دي حاجه مهمه جدا لازم الواحد يعرفها في التصميم قبل ما يرسم اي حاجه في لوحه المعماري، لازم يكون عارف اللي احنا بنعمله ده. فانا مثلا هعمل ايه بقى عشان ابتدي ارسم الرشاش بتاعي من البدايه، وليكن ان ده الرشاش بتاعي، فانا هعمل ايه، انا هعمل ليرز جديده واسميها الكفرج اريا بتاعه الرشاش عندي، يبقى الكفرج اريا تمام للسبرينكلر، هخلي لونها مثلا وليكن اصفر او اخضر، وليكن اللون ده كويس وهادي تمام، طبعا الحاجة هتبقى اختياري تمام. وهعمل ايه تاني، هعمل هنا البايبس تمام، هخلي لونها ايه، هخلي لونها احمر تمام. محتاج حاجة تاني، كفاية ولو احتاجنا هنزود تمام. يبقى انا رسمت ريكتانجل اريا اللي هي الكفرج اريا تمام، وهوقفها على اللايرز بتاعتها، يعني هوقف على الطبقة اللي انا اخترتها ان هي تكون ايه، كفرج اريا تمام. هعمل ايه بعد كده، دي كده المساحة اللي بيغطيها الرشاش كمستطيل. ممكن اعمل المساحة اللي بيغطيها الرشاش كدايرة، بس غالبا محدش بياخد بيها او مبتبقاش ريكومندد في الشغل قوي، فانا هكتفي بالمساحة اللي بيغطيها الرشاش كمستطيل تمام. انا دلوقتي عايز اعمل سنتر للشكل ده، بحيث ان لما اجي
انزل البلوك بتاع الرشاش عندي ينزل على خط ديفايد بالظبط في السنتر. تمام، هعمل ايه؟ هاخد ده طبعا اعمل له موف اهو، واحطه فين؟ في نص الشكل. هل هو كده في نص الشكل بالظبط؟ لا طبعا. فانا هبتدي اعمل له ايه؟ سنتره للشكل ده مع الشكل ده، هعمل له موف على طول، موف، وهبتدي اسحبه من البيس بوينت بتاعته اللي هي من منتصف الشكل اللي هي سنتر الشكل بالظبط. وطبعا رايت كليك مع شيفت، تمام، وقول له ميد بتوين تو بوينت. فين التو بوينتس اللي عندي؟ انا عندي هنا واحد اهي، تمام، وادي النقطة التانية اللي هتبقى عندي ريفرنس عشان يكون في النص. فكده اصبح في النص بالظبط. انا دلوقتي هو جاهز ان انا اشتغل واعمله بلوك ارسم بيه. فانا هعمل طبعا زي ما خدنا قبل كده درسنا في محاضرة الاوتوكاد، انا هعمل هنا بلوك الامر بلوك بي انتر او بي مسطرة، ادي بي مسطرة، تمام. هو بيقول لي هنا ايه؟ اعمل اكتب اسم البلوك اللي عندك، فانا هسميه اس بي ار كي، تمام، اختصار مثلا سبرينكلر، وهدوس له اوكي، تمام. بس انا هو كده ما اختارليش، انا كده ما قلتلوش اعمل لي المكان اللي انا اختار منه. فانا هعمل الامر تاني، او هعمل كنترول زد تراجع، تمام، هعمل بلوك بي مسطره اس بي كي ار، اس بي ار كي، اس بي ار كي، واقول له البيك بوينت اللي انا لما احتاج الرشاش ينزل في نفس النقطه، هقول له النقطه دي، تمام، وهقول له اوكي. يبقى انا كده عملت بلوك وسميته اس بي ار كي، ولما ينزل هينزل في منتصف، هينزل من النقطه دي، تمام. انا محتاج ايه تاني اشتغل بيه؟ محتاج اعمل بلوك للكباين اللي عندي اللي هي الصناديق. احنا طبعا عندنا الشكل ده اللي هو الكباين. طب انا بستخدمه في ايه؟ بستخدمه طبعا لما بوزع الكباين، بحط مثلا الشكل ده، او في اشكال احسن بشويه او احسن كتير طبعا على حسب المكتبه اللي عندك بتاعت البلوكات. انا طبعا بستسهل الموضوع وجبت مثلا الشكل ده وهعمل عليه الكابين. طب الكابين عندي بتغطي مساحه كام؟ الكابين عندي بتغطي مساحه 35 متر. طب انا لما اعمل 35 متر، يعني الخرطوم بتاعها هو اساسا 30 متر، وفي ترافل ديستانس حوالي 6 متر او 5 متر، يعني متوسط 35 متر لكل كابينه. انا هعملها بتغطيها في كل الاتجاهات، يعني كل الاتجاهات يعني ايه؟ يعني هي في سنتر ال 35 متر، اي انها بتعبر عن كابينه في نص دايره نص قطرها 35 متر، تمام. انا هرسم الدايره، فهعمل ايه؟ هعمل سي ماستر، وهليكن مثلا انها من هنا. هعمل الدايره كام؟ نفس المشكله اللي وقعت فيها. فانا هرسم الدايره هنا طبعا كام؟ على حسب السكيل اللي انا هرسمه، هرسمه 3500. فانا هعمل سي ماستر، تمام، اهو من هنا 3500، انتر. طبعا الدايره اهي، لو جيت مثلا حركت او عرفت ابعاد الدايره اهي، ادي الدايره اللي بتعبر عن المسافه اللي بيغطيها، اللي بتغطي المسافه اللي بتغطي او اللي بيغطيها الايه، الاف اتش سي او الفاير هوز كابينت، تمام. انا عايز اخلي ده هنا في المنتصف، هعمل ايه عشان اعملهم بلوك هما الاثنين؟ تمام، نبعده بس كده عن الرسمه دي اهو، تمام اهو، تمام. هقول له موف، هقول لي منين؟ هقول له من البيس بوينت اللي انا اخترتها تكون في السنتر، واروح احطه فين؟ احطه في سنتر الدايره اللي كانت عندي. طبعا هي كانت مظلله معاها، فانا مش هينفع. هقول لي ده كده وحده موف المسطره، منين؟ همسكه من نص الشكل اللي كان اللي انا اخترته، تمام، واحطه فين؟ احطه في نص الشكل بالظبط اللي عندي اهو، هنا اهو، تمام. انا كده يعتبر الكابينه دي بتغطي مساحه نص قطرها، مساحه دايره نص قطرها 35 متر، تمام. يبقى انا كده محتاج اعمل ايه تاني؟ محتاج اعمل ده بلوك. فانا هقول له بي ماستر، بي ماستر، تمام. هيقول لي اسمه، هقول له اف اتش سي فاير هوز كابينت، تمام. هقول لي البيك بوينت، انا هقول له البيك بوينت بتاعتي اهي، تمام.
اوكي تمام. لو جيت طبعا شفت الشكل هلاقي انه كله بيتحرك مع بعضه وبيختلف مع بعضه، فكده عملت بلوك. فانا كده عملت بلوكين وليكن اهو، موف ده بتاع السبرينكلر وده البلوك التاني بتاع الكباين. انا كده هبتدي اشتغل على التصميم بدون اي مشاكل. تمام. انا دلوقتي لو جيت هنبتدي مثلا نعرف مداخل الرسمة. فين مداخل الرسمة؟ انا عندي سلم هنا تمام اهو، وعندي هنا رايزر تمام، وعندي سلم هنا، وعندي هنا رايزر اهو تمام، وعندي كذلك سلم هنا تمام، وعندي هنا رايزر اهو، ادي السلم وجنبه منور، ومن المنور طالع الرايزرز اللي عندي. اللي عندي فتحة الرايزر، ودي طبعا مخرج الدرين، ودي الزون كنترول فالف اللي عندي. طيب وعندي ايه تاني هنا؟ عندي هنا برضو جزء هنا فيه سلم اهو، وفي منور كذلك، وعندي رايزرز ودرين تمام. يبقى انا هشتغل ازاي؟ انا طبعا عملت تصميم للجزء ده من قبل كده يعني. فاحنا هنشتغل ايه على ابعد مسار اللي احنا هنعمل عليه التصميم. في فين ابعد مسار؟ ابعد مسار بالنسبه لايه؟ انا بختار ابعد مسار بالنسبه للمضخه. انا عارف ان المضخه هتكون هنا، فلما اخد مثلا لو مثلا عملت لاين من هنا كده لحد هنا كده على السبرينكلر اللي في الجزء ده، ده مش هيكون ابعد مسار عندي. فانا ابعد مسار هشوف ابعد رايزر، وابعد اخر مجموعه 12 رشاش في ابعد رايزر. يعني شوف ابعد رايزر فين عندي؟ ابعد رايزر بالنسبه يا اما لده يا اما ده، فده قريب من المضخه من هنا. انما ده لو حبيت امشي بماسوره تحت الارض، يا اما همشي من ورا من هنا، يا اما امشي بالجزء من يمين كده واوصل للرايزر اللي هنا. فانا المنطقه دي هتكون هي ابعد مسافه من حيث الرايزر، وابعد مسافه من حيث الرشاشات اللي على اخر الرايزر او على ابعد رايزر هتكون هي المسافه او المساحه دي. فانا هبتدي اعمل تصميم على المساحه دي. طيب انا كده عملت تصميم، عملت اخترت الابعد مساحه اللي انا هعمل عليها التصميم. هشتغل ازاي؟ طبعا اول حاجه الكلام ابتدائي خالص ان احنا هنقف على اللايرز بتاعه الميكانيكال انجينير او الام اي بي، وهنرسم نبتدي بشبكة البرانشز والمين كروس والرايزر. انا هبتدي طبعا ارسم ايه البرانشز. فطبعا لما اجي اصمم بشوف المساحات اللي عندي، وليكن عندي طبعا مساحة اهي وفيها بعض الاعمدة في النص. فانا لما اجي اصمم اعرف طبعا الابعاد. يعني انا مثلا هاجي اشوف الابعاد دي، ابعاد الجزء ده دي كام؟ دي 42 متر، طبعا مسافة كبيرة، 42 متر و350 سنتي و35 سنتي سوري تمام. طب البعد التاني فين؟ البعد التاني اهو. انا عندي هنا لو لاحظت عندي هنا السلم، وعندي هنا هيطلع الرايزر وبخط المين كروس مين تمام. فانا يعني هعمل مع محاذاة الفرع ده او الجزء ده، يعني هعمل لحد التصميم لحد الجزء ده، والباقي هعمله على الرايزر التاني او في مين كروس تاني تمام. هنشوف ازاي. فانا دلوقتي هاجي اقيس البعد التاني مثلا وليكن من هنا لحد الجزء ده اهو، يبقى لحد هنا تمام. كام الجزء ده؟ ده 22 متر. فانا كده بورقة خارجية او مع نفسي كده الابعاد مكتوبة قدامي اهي، هبتدي ارسم لاين اللي مسطرة تمام من هنا لحد فين؟ لحد هنا تمام. طيب فين البعد التاني؟ البعد التاني اهو من هنا لحد هنا تمام. قاعدة التصميم طبعا بتقول ايه؟ قاعدة التصميم بتقول انا همسك البعد الاكبر، اطول بعد هقسمه على 4، والبعد الاخر اقسمه على 3. طبعا البعد الاخر اللي هو البعد القصير اقسمه على 3. طيب احنا عندنا البعد ده كام؟ ده 42 و35 سنتي، وده 22 و65 سنتي. فانا لو جيت قسمت 42 35 سنتي على 4 هيساوي 10.5. في 10.5 طبعا مش هتنفع عندي، فانا مش هينفع اخليها 11، فانا هعليها لاقرب رقم زوجي اللي هو 12 تمام.
خليكم فاكرين الرقم ده كويس. فانا لما اجي اعمل ديفايد للجزء ده للخط ده عشان احط عليه الرشاش اللي عندي، هعمل ايه؟ هعمل بر دي اي في، امر ديفايد دي اي في، هبتدي اقسم دي اي في ماستر. بيقول لي سيلكت اوبجكت، اهو اخترت الاوبجكت. هيقول لي هتحط سيجمنتس ولا بلوك؟ انا هقول له انا عندي بلوك. تمام. هيقول لي اسمه ايه؟ هقول له اس بي ار كي، طبعا اسم البلوك اللي احنا اخترناه. انتر. يس، البلوك لسه بيأكد علينا ان انا هختار البلوك اللي اسمه اس بي كي ار. تمام اوكي، هعمل كده. بيقول لي عدد المساحات اللي انت عايزها، المسافات اللي انت عايز تخليها كام مسافة، يعني هيعمل لي كام سبيس ما بين الرشاشات وبعضها. طبعا انا اخترت هنا 12، لما هي طلعت 10.5 قلت مش هينفع اخليها 11، فهقربها لاقرب رقم زوجي اللي هو 12. فلو حطيت 12 مش هيحافظ لي على المسافة ما بين الرشاش وما بين الحيط، فانا عشان احافظ على المسافة بين الرشاش وبين الحيط اللي هي نص المسافة ما بين الرشاش والرشاش، هضرب اللي انا اخترته في 2 فهيبقى 24. تمام. وهاجي اشوف ادي ال 24 رشاش في البعد الكبير عندي. طبعا لاحظت ان انا عندي كفرج اريا كلها مغطيه الجزء ده، فمضايقاني، فانا هعمل لها اوف للكفرج اريا اللي عندي اللي هي دي، اعمل لها اقفل اللمبه كده، يبقى كده مريحاني. تمام. هاجي اعمل ايه بقى؟ هاجي احذف، اخلي اول رشاش عشان يحافظ على المسافه بين الحيط، وامسح التاني وفوت واحد وامسح واحذف واحد واحذف واحد. تمام. وهكذا اهو زي ما احنا ماشيين كده. تمام. احذف واحد احذف واحد. تمام. احذف واحد. تمام. اخلي واحد واحذف واحد. تمام. وهكذا انا كده خلصت ايه؟ حذف. تمام. هعمل ايه؟ هبتدي اقسم البعد التاني، البعد التاني اللي هو ده كام؟ 22 65. انا كده هبتدي اقسم البعد التاني 22 65، فهعمل ايه؟ امر ديفايد التقسيم دي اي في مسطره، فين؟ بيقول لي سيلكت اوبجكت اهو. تمام. بلوك. تمام. انتر. اسم البلوك اس بي ار كي. تمام. انتر. بيقول لي واي. تمام. واي مسطره. عدد البلوك، عدد السيجمنتس اللي عندك او عدد المسافات كام؟ انا عندي 22 65 على الثلاثة تساوي كام؟ بتساوي 7.5. 7.5 هعليها لأقرب رقم زوجي تبقى 8، في 2 عشان احنا قلنا نحافظ على المسافة بين الرشاش وبين الحيط تبقى 16 مسافة، فأنا هكتب 16. انتر. تمام. زي ما احنا شفنا نزل لنا 16 رشاش في البعد القصير. تمام. فأنا هعمل ايه؟ أفوت واحد وأمسح واحد. تمام. هفوت واحد واحذف واحد اهو. تمام. اهو 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 اهو. تمام. وبعدين وبعدين هعمل ايه؟ بعدين هوفق ما بين الرشاشات وبعضها. اولا انا مش محتاج بقى الخط ده، لان الخط ده كان اللي هو الدايمنشن عشان ما انساش البعد، اعمل له ديليت. تمام. هبتدي اكرر، يا اما اكرر الكبير على الصغير يا اما الصغير على الكبير. فانا عشان الاسهل ليا ايه؟ يعني الخط الكبير ده فيه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 رشاش، بينما الخط الثاني ادي 3 فيه 8 رشاشات. فانا اكرر 8 على 13 ولا 13 على 8؟ لا طبعا هكرر كام؟ 13 على 8. ازاي؟ يعني انا هعمل سيلكت للجزء ده كله اللي هو الخط ده، وابتدي اختار الرشاشات اللي عليه كلها اهو. تمام 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 اهو. طبعا انا بعمل زوم وبقرب من الرشاش عشان ما انساش حاجه. تمام. في حاجه تاني ممكن اعملها تسهل عليا خطوه بعد كده، اللي هي ايه؟ اللي هي المسافه دي انا مش محتاجها خلاص دي، فانا هعمل لها ايه؟ رجوع كده للداخل، اللي هي طبعا دي بتبقى نهايه الماسوره. لو حبيت امدها بعد كده همدها، بس عشان لو كررت الخط وهو كبير كده هبتدي اعملها كلها وهما كلهم موجودين. انا كده عملت سيلكت لكل الخط اللي انا هكرره على المسافات اللي عندي دي كلها. هعمل ايه؟ هعمل الاول موف مره واحده ام مسطره، ولازم امسكه من نقطه ثابته. هفعل امر قرصه عشان ما يتحركش مني. تمام. وهاجي امسكه من النقطه بتاعته دي. تمام. واحركه فين؟ احركه على اول رشاش فوق اهو اللي هو ده اهو، فين؟ في المنتصف بالظبط اللي هو ده. تمام. هو كده ثبت، يبقى انا كده نقلت الفرع الكبير
على الرشاش، عايز اكرره على كل الرشاشات اللي تحت دي. هعمل ايه؟ انا كنت واخد الفرع كله موف، هاخده كله كوبي، هظهر له تاني اعمله سيلكت من تاني. لا، الاوتوكاد بيسهل لي ان انا اعمل حاجه اسمها كوبي بريفيوس. هعمل كوبي سي او انتر، بي انتر، بي تقيله، تمام. راح على طول نظل لي اللي انا كنت ناقله، اللي هو ايه اخر امر كنت عامله عليه. فانا هعمل ايه؟ هعمل له سيلكت مسطره واضغط مسافه من المكان اللي انا عايز اكرره منه، وليكن طبعا هنا المكان اللي احنا البيس بوينت اللي احنا بنرسم من عليها، وابتدي اكرره على ايه؟ على اشكال الرشاشات اللي عندي. طبعا بس خلي بالك عشان ما يجيش منك شمال او يمين، فاحنا طبعا هنحطه هنا، تمام. كذلك اللي بعده هنا، اللي بعده اهو هنا، اللي بعده تمام. اهو تمام، انا كده تمام، انا كده ايه كررت كل الرشاشات اللي عندي، على كررت الفرع على كل الرشاشات اللي عندي. كان في عندي جايد لاينز ليا اللي انا كنت عامله استرشادي، اللي انا كنت بكرر عليه. فين هو؟ بالنظر كده هيبقى هو الخط ده، تمام، اللي هو فيه الخط اللاين، تمام. هعمل له ايه؟ اعمل له سيلكت كله، تمام كده اهو، سيلكت ازرق، تمام، ليه عليه كله، واروح عامل ديليت للخط والرشاشات اللي انا كنت عامله جايد ليا، تمام، ديليت. يبقى انا كده عملت تصميم للجزء ده كله. سوري، في واحد هنا اتمسحش اهو، تمام. طيب المسافة دي كام؟ انا عايز احسب كام رشاش. ادي احنا عندنا في البعد ده 2 4 6 8، 8 في كام؟ 2 4 6 8 10 12، 8 في 12، 8 في 12 96 رشاش. انا عايز اعرف 96 رشاش دول كتار على المسافة دي ولا مش كتار. اشوف في الاول المساحة اللي كانت عندي كام. انا كان عندي مساحة 42.5، والمساحة التانية 22.5، يبقى كام؟ يبقى المسافة دي، المساحة دي عندي 956 متر. لو قسمتهم على 12 متر هتدي لي 89 رشاش، تمام، يعني 90 رشاش. يعني انا كده حساباتي مظبوطة، تمام. اشوف بقى عندي الاول، اشوف المسافات اللي عندي دي في اي رشاش بيتعارض مع عمود، في اي رشاش قريب من الحيطة، اجي الاول اعمل تشيك، تمام. لو جيت عملت دايمنشن من هنا كده وشفت قست المسافة دي من هنا لهنا، الاقيها متر متر و82 سنتي. لو جيت ايه قست المسافة ما بين الرشاش والرشاش الاخر، الاقيها كام؟ 3.5 متر، تمام، مظبوط. انا عايز اشوف بقى الحاجات اللي متعارضة مع الحيطان او الايه الاعمده اللي عندي في المبنى، وليكن المكان ده. ده اعمل فيه ايه؟ ده الرشاش ده متعارض مع العمود، هو كده مش هينفع يتحط على العمود. ففي حاجه من اتنين، طبعا لو قست المسافه دي اشوفها كام، مثلا المسافه دي من هنا لهنا 80 سنتي، يعني هو اساسا مش جاي على العمود، بس هو عشان الرشاش هنا كبير يعني حجمه كبير، تمام. ولو جاي على العمود مش هيجرى حاجة لو خدته رحلته كده في الاتجاه ده او في الاتجاه ده، تمام، يعني ما فيهاش اي حاجة وعادي خالص، تمام. وطبعا بالنسبة للمنفذ هو بيكون بيراعي الحاجات دي في التنفيذ. كذلك الرشاش ده اهو هاته الاتجاه ده، طبعا ما فيش اي حاجة كده خطأ، تمام. انا كده عملت الرشاشات دي، عايز اعمل لهم برانشز، يعني اخلي كل كذا على فرع معين. فالحل ان انا يا اما اجي من الاخر هنا واحط الماسوره اللي تغذي كل الرشاشات دي، يا اما اعملها بطريقه اللوب، ان انا اقفل الرشاشات من هنا واقفل الرشاشات من جنب ده واخليه كل الميه تقابل بعضها، او اني اخد ما بين الرشاش والرشاش ده اخد بايب لتحت كده تكون هي
المين كورست لمجموعة الرشاشات دي لحد الهيدر اللي مودي على الرايزر. تمام، تعالى مثلا نشوف الكلام ده. فمثلا لو جيت عملت من هنا لاين اللي مسطرة، تمام، ما بين ده وما بين ده في المنتصف هنا، تمام، وفعل امر قرص متفعل اكيد، وهاجي مثلا خرجت لحد هنا. تمام، ده كده ايه؟ ده كده اسمه المين كروست لمجموعة شبكة الرشاشات دي. طب انا عايز اتأكد ان ده محقق الكود بيقول عليه، ان ان الفرع ما يشيلش اكتر من 8 رشاش. طب انا عندي الفرع ده، ده كده اسمه فرع، الفرع ده فيه كام؟ ادي 2 4 6. طب ده 2 4 6، تمام، يبقى كده عندي انا كده محقق اللي الكود قال عليه. قبل ما نعمل سايز هنيجي نوزع فين، هنعمل ايه؟ هنعمل صندوق. طب الصندوق هيتحط فين؟ انا عندي هنا المداخل زي ما احنا شايفين، عندي هنا ده مدخل سلم اهو، سوري، مدخل سلم اهو، تمام. فانا لو جيت حطيت على مدخل السلم من هنا كده رشاش، سوري، حطيت عنده هنا كابينة، هتكون مغطية فين؟ مغطية المسافة دي كلها. تعالوا نعمل تشيك ونشوف، او نحط نضيف الكابينة. تمام، ادي عندي الكابينة اهي، هطفي بس اللايرز بتاعتها. تمام، وهاجي احرك ده، اعمل له كوبي، طبعا مش محتاج ان انا اعمل له ديفايد لان هو واحد بواحد في كل كام مكان، يعني مش محتاج حاجة. فانا شايف كده ان اللي هيخرج على طول يطلع من السلم اول حاجة هيلاقيها في وشه، يعني ممكن اخليها هنا طبعا، بس هنا طبعا ده مدخل اسانسير فمش هينفع، فانا اخليها فين؟ اخليه هنا اهو. تمام، طبعا هو كبير فانا هعمل له سكيل اهو، اس سي، بيقول اختار البيس بوينت، البيس بوينت اهي. عايز اعمله كام؟ انا عايز مثلا اقلله شوية، يعني اخليه مثلا 8 من 10 من حجمه، او مثلا 6 من 10. تمام، اهو صغر شوية. عايز اعمله روتيت عادي، يعني اعمله على طول روتيت، سوري، ار او مسطرة، واللي هتلفه حوالين ايه؟ بقولها هلفه حوالين النقطة دي. تمام، انا لفيته اهو، اخليه كده، تمام اهو، وطبعا هنقله من هنا، هيكون هنا، وده مكانه اهو. طيب عايز اوصله بقى، اوصله بالايه؟ اوصله بالبايبس، يعني بالشبكة. فانا هاخد له خط، يا اما اخد له خط وحده من هنا كده، لو خدت البايبس اهي، تمام، اللي مسطرة من هنا كده، طبعا بنجي من هنا كده ونعمل له ايه؟ نعمل له زي سيركل، تمام، لاندنج فالف، ده الستاند باي بتاع الكابينه. تمام، وممكن اخد برضو منه الخط كده، رايح لفين؟ رايح لحد الكابينه اللي عندي، يعني مثلا طبعا هو كده رايح لحد الرايزر اللي عندي. انا عندي اقرب رايزر فين؟ انا كنت ممكن اضيفه على الرايزر اللي هنا، وفين الرايزر اللي هنا؟ الرايزر اللي هنا اهو، تمام، يعني ممكن اضيفه على الرايزر اللي هنا على طول، ممكن اضيفه للرايزر اللي هنا. فانا عندي يعني الامر سيان، يعني سواء ده او ده، تمام اهو، تمام. هبتدي اوصل الاتنين دول بالرايزر اللي عندي، تمام اهو. لو جيت مديت ده كده شوية، تمام، وجيت عملت استريتش للخط ده لحد هنا، سوري، تمام، هنشيل الزيادات كلها. تمام، عندي زيادة وعندي الجزء ده كله زيادة. تمام، هعمل استريتش هنا، تمام، عندي الجزء ده زيادة،
يبقى انا كده عندي ايه، انا عندي كده الرايزرز، ادي عندي الرايزر طالع اهو، وعندي الدرين بتاعه تمام، الزون كنترول فالف، ميدي تشيك فالف طبعا طالع لفين، طالع ميدي هنا مغذي الصندوق، وهنا مغذي النظام الرشاشات اللي عندي. انا عشان ابتدي اعمل هيدروليك كالكوليشن للموضوع ده او للجزء ده، لازم اعمل سايز للمواسير، ولازم اعمل سايز للنظام الاف اتش سي اللي عندي. طبعا الاف اتش سي اللي عندي النظام نوعه ايه، طبعا ده عند سلم، يعتبر عند سلم هنا طبعا داخل المبنى، فعمره ما هيكون كلاس اي اللي هو 2.5 جي بي ام، 2.5 2.5 بوصة، ده هيكون ايه، هيكون 1.5 بوصة او 1 بوصة طبعا، لان اللي هيستخدمه اللي داخل المبنى، بينما ان الكلاس اي هيستخدمه اللي خارج المبنى، فانا بحطه من بره مع الفاير هيدرانت او مع سلالم الهروب اللي هي تحت خالص، او المداخل الرئيسية، او لو في مثلا ايه الحاجة دي اللي هيستخدمها الدفاع المدني. انما انا حاطط الصندوق هنا 1.5 عشان هيستخدمه الناس الموجودين داخل المبنى اللي هنا تمام، فهو 1.5 بوصة يعني، هو هنا 1.5، فانا هسحبه على طول هنا على ايه، على 2.5 تمام. فاحنا لما نعمل سايز هعمل له سايز معانا على طول تمام. انا هنا شغال اوردينري هازارد، اوردينري هازارد عشان اجي اعمل لها سايز، طبعا لازم يكون قدامي الماتيريال اللي انا هشتغل عليها. طب الماتيريال دي انا هشتغل عليها سكيدجول 40 سيمليس بلاك ستيل، ولا هشتغل عليها الكبر؟ طبعا على حسب المقاول هيقول لي اشتغل ايه، او على حسب المالك هيقول لي اشتغل على ايه. فطبعا انا مثلا لو هشتغل العادي والشائع اللي هو السيمليس بلاك ستيل سكيدجول 40، طبعا انا هجيب الجدول بتاعه واشوف كل عدد من الرشاشات ما يناسبه من اقطار المواسير اللي بتقابله طبعا على حسب الجدول تمام. فانا على درجة، على حسب درجة الخطورة هختار طبعا اقطار المواسير. فعندي هنا في الاوردينري هازارد طبعا الجدول بتاعنا ان الواحد انش معايا اتنين لحد اتنين سبرينكلر، فانا طبعا هاجي من هنا على السبرينكلر، طبعا ده واحد سبرينكلر، فهبتدي اعمل هنا كده التكست تمام. هعمل تكست واقول لي اختار المكان، هقول له من هنا كده تمام، بيقول لي اكتب، فقوله هقول له 1 انش 1 بوصة تمام، انتر. هغير اللون مثلا اخليه اخضر على اي لير يعني مش هتفرق تمام. طبعا ما رضيش اغير اللير ليه، لان انا قافل اللايرز كلها، يعني كل اللايرز دي مقفولة، لا ينفع ما ينفعش اشتغل على اي حاجة. فانا هعمل لير جديد تمام، واعمل اكتب عليه اشتغل عليه واسميه اسميه بايب سايزنج تمام. هسميه سايز على طول بلاش بايبس تمام، واختار لونه اخضر اهو تمام. وهنرجع تاني لقائمة layers لأن احنا هنحتاجها تاني، فأنا هقف على ده وأسميه أو أحطه على السايز تمام. هعمل له تكرار عشان يسهل معايا أمر الكتابة، مش هقعد أكتب في كل واحد أعمل تكست وأعمل الأمر واحد، لأ فأنا أكرره على كل ده تمام، وبعدين أعمل إيه، أغير الأقطار. وليكن مثلا إن أنا هعمل ده كام، ده 1 بوصة، فأنا عندي برضو ده 1 بوصة تمام، فانا مش هقعد اكتب ده كله، ادي ده 1 بوصة اهو على نفس الخط كده عشان يبقى الشكل تمام، 1 بوصة ده عندي، ده 1.25 المفروض، بس انا اخليه 1 وبعدين اغيره، وده 1.25 وده 1.25 تمام، وده هنشوف تمام، فخليه هنا تمام. هعمل ايه، ارجع تاني، عندي ده 1 بوصة وده 1 بوصة وده 1.25، يبقى 1.25 بوصة تمام. ده كام، ده عندي برضو 1.25، 1.25 بوصة تمام. طبعا علامة البوصة اللي هي شيفت حرف الطاء تمام. عندي ده كام، ده كده كام رشاش، ده عندي 2 4 5 لحد 5 المفروض يشيلهم 1.5 ولا 1.25، تعالوا نشوف. ادي عندي هنا لحد سوري تمام، عندي هنا التلات رشاشات 1.25 يعني 4 1.5 5 1.5 تمام، يبقى 4 1.5، فين 4؟ ادي 1 2 3 4، يبقى هنا ده
واحد ونص، تمام، ده واحد ونص بوصة، وكذلك ده واحد ونص بوصة، تمام، وكذلك ده. تعالوا نشوف كده ده كام، ده كان الخمسة واحد ونص، يبقى الستة اتنين بوصة، تمام، لأن من ستة لحد عشرة اتنين بوصة، فأنا ده طبعا ده رقم ستة، فأنا هخليه اتنين بوصة أهو، لأن احنا هنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، فدي اتنين بوصة مش واحد بوصة، تمام، دي كده اتنين بوصة. أنا عندي حاجة دلوقتي، أنا هقعد أعمل كل الديزاين السايز ده على كل الرشاشات والبايبس اللي عندي دي؟ لا طبعا. طب فيلم الاوتوكاد بيسهل لي في امور كتيره، باوامر كتيره بعملها، بتسهل لي في امر كوبي وفي امر ميرور، فانا يا اما اعمل واحد كوبي لكل الخطوط واعمل له ميرور على الناحيه التانية، يا اما اعمل ميرور واعمل كوبي، فدي سهله ودي سهله، فانا هعمل الاول ميرور للجزء ده وبعدين اكبر على كل المساحه اللي عندي، تمام. فانا لو عملت ده كده، عملت له سيلكت لده ولده ولده ولده. طب انا عملت ليه الكلام ده؟ لان عندي الناحيه التانية نفس تفاصيل التصميم بتاعت الناحيه دي، هتبقى هي نفس ايه، نفس السايز، فانا كده عملت سيلكت. هعمل ايه؟ هعمل ميرور ام اي، تمام. هنا بقى جت، هنا جت ايه ميزه ان انا عامل المين كروس ما بين الخطين بالظبط، عشان لما اعمل ميرور واقول له ان المسافه بتاعتي اهي، تمام، واجي اقلب الناحية التانية ما تكونش مختلفة في الابعاد، زي ايه، زي هنا. طبعا عملت ميرور بيقول لي هتمسح اللي انت نقلته ولا هتخليه، فانا اقول له مش همسحه يعني نو، تمام، فاحتفظ لي بالنسختين. فانا طبعا لو جيت الناحية دي هخلي ايه، هخلي كده اهو، اشوف انا كده عملت عندي واحد رشاش واحد بوصة، اتنين رشاش واحد بوصة، تلاتة رشاش واحد وربع، اربعة رشاش واحد ونص، تعالى نتأكد من دي، أربعة رشاش واحد ونص. أنا عندي هنا من تلاتة لخمسة، أنا عندي هنا من تلاتة واحد وربع، واحد وربع تلاتة، واحد وربع أربعة، واحد ونص خمسة، أنا غلطت في حاجة سوري، تمام. أنا عندي هنا واحد وربع تلاتة، واحد وربع أربعة، واحد وربع بوصة، عادي كلنا بنغلط، تمام، مفيش أي مشاكل. عندي واحد ونص، تمام، وعندي ده، ده واحد وربع برضو، تمام. لو جينا كده نتأكد دول كده كام، خمس رشاشات شايلهم واحد ونص بوصة أهو، خمس رشاشات كام، واحد ونص بوصة. طيب ست رشاشات يشيلهم بقى اتنين بوصة أهو، اللي احنا عاملينه، ما دول كده ستة ودول ستة، تمام. طب ستة وستة يبقى اللي شايلهم كام؟ هنشوفها بس بعد ما نكرر اللي احنا عملناه. فانا كده عملت ميرور الاول، يبقى اعمل كوبي التاني بقى. ما انا عملت ميرور الاول يبقى اعمل كوبي التاني، لو كنت عملت كوبي الاول كنت عملت ميرور التاني، يعني هي الامر، الامر هو هو، بس انا شايف ان كده اسهل من ايه، من ان انا اعمل ميرور لجزء كبير فممكن يتلخبط منك او ايه، او ما تعرفش تعمله. فانا هعمل ايه دلوقتي، هعمل كوبي، تمام، اشيل منين، اشيل من هنا عشان يكون متناسق مع كل الشكل، فانا هعمل كده بالظبط، هنزل واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. طبعا دي ميزة ان الشكل منتظم او سيمتري، بحيث ان انا اعمل خطوة واحدة وكبيرها على كل الشكل اللي عندي، تمام، يعني كده ده بصراحة بتسهل جدا في التصميم وفي تظبيط الشكل، ده حتى في الحسابات بعد كده هتفرق معانا طبعا، ان انت ما بتتعبش في ابعاد، تمام. انا كده بقى لي حاجه واحده، ان انا اعرف اعمل، يعني اعرف اعمل الحسابات الايه، الوصلات اللي عندي، يعني انا عندي كده ده شايل ست رشاشات وده شايل شتة ستة، بس الفرع ده من بعد التي ده، ده شايل كام، ده شايل 12 رشاش، فهاجي هنا 12 رشاش ما بينهم كام سبرينكلرز، 12 ما بين العشرة والعشرين، ما بين العشرة والعشرين يبقى يشيلهم كام، اتنين بوصة، فهنا دي كده اتنين بوصة، فانا هاخد ده كوبي، تمام، اهو اتنين بوصة، هلغي قرصه عشان احركه مكان ما انا عايز، يبقى ده هنا كده كام، اتنين بوصة،
تمام. طيب كده 12 و12 24، 24 كام هنا؟ ال24 ما هو هنا لحد 20 شايلهم 2، ايه 2 بوصة، من 2.5 بوصة يشيل من 20 ل40. تمام، يبقى انا كده ارتحت. يبقى انا كده من هنا 12 دول كده كام؟ ادي 2 في 12 ب24، يبقى هنا كده 2.5 وهنا كده 2.5. ليه 2.5 و2.5؟ لان 2 3 في 12 ب36، يبقى ده كده 2.5 بوصة. تمام، وده كده زيه 2.5، 2.5 ايه بوصة. تمام، ده كده كام؟ 1 2 3 4، 4 في 12 ب36، 4 في 12 ب36. طب انا يبقى هنا كام برضو؟ هنا كده 2.5 كذلك، ادي 2.5، يبقى ده هنا برضو كده 2.5 بوصة. طيب بعد الفرع ده 2.5 شال 36، عندي هنا كام؟ 36 و12، 36 و12 48، فهي اكبر من ال 40 اللي متحددة عندي على 2.5 بوصة. تمام، فمن ال 40 هبتدي اكبر القطر لحد 65، فده تبقى كام؟ هتبقى 3 بوصة. تمام، فده 2.5 هكبيره هنا سي او. تمام، هحطه هنا كده 3 بوصة، وهنا 3 بوصة، وهنا هنشوف هنكتبه كام، بس احنا نقلناه. تمام، تعال نشوف ده، ده هنا 3 بوصة. تمام، وده 3 بوصة. تعالى كده نحسب الرشاشات اللي عندنا كام بوصة، كام رشاش. احنا عندنا هنا كام فرع؟ 1 2 3 4 5 6، 6 في 12 72، 72 رشاش يشيلهم كام واحد؟ كام بوصة؟ تمام، لحد 65 يشيلهم 3، لحد 64 يشيلهم 3. يبقى احنا من هنا هنرجع بدي، دي كده 3، لحد هنا يشيلهم كام؟ 3.5 بوصة، دي 3.5 بوصة. تمام، طبعا لحد الاخر 3.5 بوصة، لان احنا لحد 100 رشاش واحنا ما عندناش 100 رشاش. طب كام رشاش كده فوق؟ نتأكد تاني عشان الشكل طبعا داخل في بعضه. اللي عندي فرع 2 3 4 5 6. تمام، 6 في 12 ب72 فعلا. يبقى عندي هنا كام؟ 3.5 بوصة. يبقى انا كده شغال مظبوط، ودي طبعا 3.5 مش 2.5، 3.5 بوصة، وطبعا الخارج منهم كلهم زيهم 3.5 بوصة اهو، اللي بعيد كده. تمام، يبقى انا كده كل المين كورس ده بكل البرانشز اللي عليه بكل الرشاشات دي طالع منهم كام؟ داخل لهم بايب قطره كام؟ قطره 3.5 بوصة. طب انا عندي هنا هيقابلني، هيفضل ده ماشي 3.5 بوصة كده ده 3.5 بوصة اهو، طبعا لحد فين؟ لحد المفروض لحد الريزر، بس طبعا انا ما عملتش حساب الجزء اللي هنا ما لسه هيبقى عليه ديزاين زي كده وهيشيل عدد من الرشاشات، فهيكبر عندي المساحة، فهيكبر عندي قطر الماسورة، فانا هخليه هنا من هنا كده 4 بحيث انه يشيل عدد من الرشاشات هنا كده، يعني ده 3.5 قبل، فانا هخليه 4 بعد يعني ايه؟ يعني هنا بعد التفريعة. تمام، هخليها كام؟ 4. طب ده كام اللي رايح للكابينة؟ اللي رايح للكابينة هخليه على طول كده 2.5 بوصة. تمام، واللي داخل لهنا هخليه طبعا عشان هنا ممكن نعمل مين كروس تاني وندخل برانشز التانية، فانا هخليه كله 4 بوصة. فكده اللي خارج من اللي ده خارج من الزونة كام؟ طبعا الزون كنترول فالف عندنا هنشرحها اهو. عندي ده الاتنين دول، عندي واحد من هنا تيست اند درين
وعندي واحد الرايزر، ده طبعا الرايزر تمام. وعندي هنا التست اند درين اللي هو ده عليه ايه؟ عليه محبس تمام، وعليه تشيك فالف اللي هو تيست اند درين فالف. وعندي هنا طبعا المكونات الرئيسيه للزوم كنترول فالف، ودي بتكون اشكالها على الرسم زي ما احنا بنعمل كده سنجل لاين. بيكون من هنا بدايه ده طبعا الرايزر، عندي هنا الجيت فالف الاو اس اند واي جيت فالف ويز تيمبر سويتش، وعندي هنا طبعا البريشر جيج او فلو سويتش، وعندي هنا التشيك فالف تمام. دي كده مكونات الزون. طبعا الريزر هنا نازل جاي طبعا 4 بوصة، فلا مانع ان ينزل هنا الريزر برضو 4 بوصة. وطبعا عشان للتوضيح هنعمل ده كده، ان ده نازل من تحت جاي من تحت لفوق تمام، وده الريزر تمام، بينما ده الدرين. طبعا انا كده عملت ديزاين لجزء معين. طب ليه انا عملتش الجزء ده؟ لان الجزء ده طبعا المبنى كله كبير زي ما احنا شايفين كده، الجزء ده كله لسه ما اتعملش، انا قعدت اعمل في ده فترة كبيرة طبعا زي ما احنا شفنا كده تمام. والتصميم يعني ما فيش اسهل منه بالنسبة للمهندسين ميكانيكا تمام، فالتصميم زي ما احنا شفنا كده، والسايز يعني الحاجات كلها حاجات بسيطة وخفيفة. انا هعمل ايه بقى بعد ما خلصت ده كله؟ هبتدي اعمل حساباتي على الهيدروليك كالكوليشن بالنسبة للبرنامج الاليت فاير، عشان الشغلة كلها تطلع مظبوطة، واعرف اوصل لحسابات المضخة من حيث الكيو اللي هي التوتال كيو توتال فلوريد، واوصل طبعا للهيد، ومنهم احدد قدرة المضخات، ومنهم احسب كذلك حجم التانك على حسب درجة الخطورة اللي عندي. تابعوني ان شاء الله في الفيديو الجاي، المحاضرة الجاية ان شاء الله هنشرح برنامج إليت فاير فايتنج بالتفصيل ان شاء الله. واتمنى اكون افدتكم في المحاضرة دي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.